انطلقت حملة أطباء بلا أجوري إلى منطقة حصوة عون الواقعة شمال كربلاء، والتي يصعب على ساكنيها مراجعة المراكز الصحية بسبب العوز والفقر، ولم يحظوا بالاهتمام من قبل الحكومة المحلية لأعوام عدة. طبعا مستمرين بحملة أطباء بلا أجور وللمرة السادسة في منطقة حصوة عون، وهاي مو هي المرة الأولى بدعم العتبة العباسية المقدسة ومستشفى الكفيل التخصصي. هاي الحملة إن شاء الله مستمرة في دعم المناطق النائية وعلاج المرضى وإعطاء المستشارة الطبية لهم والتخصصية، وممكن إرسالهم إلى المستشفى في علاج الحالات المستعصية والتي لم يتم علاجها سابقا. هاي الحملة تشمل أطباء عراقيين، أطباء أجانب من تركيا ومن باكستان ومن الهند ومن أمريكا إن شاء الله الحمد لله والشكر. وهذه المنطقة نائية، عدم وصول المرضى للمركز الصحي أو عدم وصول إلى المستشفى ممكن علاجهم آنيا، وممكن أعطاهم المشورة لهم والتحويل إلى المستشفى. الحالات صعبة جدا لأن عدم مراجعتها إلى الطبيب المختص أو عدم المستشفى. نشكر الأطباء اللي جونا بلا أجور هسا وجاي يعطونا الدواء بدون أجار وبدون مبلغ، وسووا انسانيه علينا، احنا ما عدنا والله العظيم، وسووا خلق انسانيه، واحنا ناس تعبانين، امورنا تعبانه حيل. مركز صحي هنا يجينا مركز صحي على مود شنو، ما عدنا شيء، انا حتى شفنا معوق، زين معوق يراد لسياره تاخذني وسياره تجيبني، انا شلل عندي والله، وصعبه علي الروحه والجايه. وانا ارجو اللي هنا مسكن مثلا يسوون لنا مثلا مركز صحي، اي والله ردنا مركز صحي اللي شويه يقوم بينا هسه. أطباء عراقيون وأجانب، نحن نقدم العلاج مجانا، وسنواصل حملاتنا من أجل هؤلاء الفقراء وبدعم من مستشفى الكفيل التابع للعتبة العباسية. يتم فحص جميع الحالات المرضية ومنها المستعصية. I'm a consultant eye surgeon. I'm working in Al Kafil since last 4 months, and we are here to screen out the patients, and the patients who are treatable over here. We are treating them here, and rest of them who are operatable, we are just transporting them to the Al Kafil, and we will be operating them inshallah in Al Kafil. يقول انا اسمي رضا علي، انا جراح اختصاص عيون، صار لي اشهر من اجيت المستشفى الكفيل. احنا نجي هنا حتى نستهدف هاي الطبقه الفقيره، الناس اللي تعاني من التردد بالخدمات الصحيه، نعالجهم ونحيلهم للمستشفى. قوم وتعبتوا هوايه ويانا، واحنا الله شاهد، رحم الله والديكم على الجايه. قولنا والله ما عندنا حتى نقص باص ودوا بلاش جانا، ورحم الله والديكم ما قصرتوا والله. يمنعون قريب علينا ان شاء الله، وانتم لا والله هسه ما قصرتوا، لان احنا الباص مو بعيد علينا عيون، بس هم تروح تخسر لك 5000 6000 وما عندنا. والله ودعتكم ورحم الله والديكم، ونشكر جهودكم وتعبتوا ويانا، انتم اليوم ما قصرتوا. وهذا الدواء هذا نشتريه يوميا بلف، اليوم اعطونا اياه ببلاش. نرحب بوصول الاطباء على هالمبادره الحلوه. احنا امورنا تعبانه هنا بمنطقه عون، لا كادر طبي، لا واحد عنده مثل 2000 دينار يروح للدكتور، وكلها ناس مرضى. الله وكيلك، ضغط وسكر واللي عنده رمل واللي عنده حصو، امورهم تعبانه. والله ان شاء الله نشكرهم على هاي الحمله الطيبه، المبادره الحلوه من مستشفى الكفيل، ونشكر السيد الصافي. استفادون ان شاء الله من العلاجات هنا؟ والله ان شاء الله نستفاد، العالم اموره تعبانه، ما عنده يروح للمستوصف 2000 دينار. مواطنون، نشكر هذه الحمله التي اطلقها وكيل المرجعيه سماحه السيد احمد الصافي بارسال كوادر طبيه متخصصه بجميع الامراض، كما نطالب الحكومه بتوفير مركز صحي في هذه المنطقه. من كربلاء، قناه صلاح الدين الفضائيه.